انت برضو اللي هتيك كنترول، مش كده يا يعقوب؟ يعني انا ريكويست كنترول ولا انت اللي هتعمله؟ اه اوكي، ما فيش مشكله خالص. اوكي، اه دكتور الطاير. اوكي طيب. كلمة اندوسكوبي يا دكاترة يعني يعني منظار. اوكي، فالمنظار ده ممكن في النساء يبقى يا اما لاباروسكوب يعني منظار بطن، ان هو يخش عن طريق البطن، او يبقى هيستروسكوب. واحنا قدامنا صورة واحدة بتاعت لاباروسكوب ان انا دخلت من البطن، وصورة تانية الهيستروسكوب اللي احنا دخلنا من الفاجينا ثرو السيرفكس عشان نشوف اليوترس، فبقى اسمه هيستروسكوب لان احنا دخلنا نبص على الهيسترس او اليوترس. فبالتالي المنظار ده ممكن يبقى لاباروسكوب او هيستروسكوب. طيب نشوف، نبتدي باللاباروسكوب. وانا كده مش عارفه اقلب، فمعلش انت قلب بقى يا يعقوب. في الاول اه، بس انا دلوقتي مش فاهمه ايه اللي حصل. طيب هي غيرت، معرفش انا اللي غيرتها ولا ايه. هو طيب بالنسبه لللاباروسكوب كويس اهو، زي ما انتم شايفين كده احنا بنخش ب زي تروكر، يعني حاجه بتدخلنا جوه البطن، وبندخل معاه كاميرا عشان نقدر ان احنا نشوف. بس انت لو دخلت البطن بالمنظر ده، طب ما انت هتلاقي قدامك بقى انتستن وكده واورجنز، مش هتعرف انك انت يعني هتلاقي الحاجات دي كولابست على بعضها. لازم تحط جهاز عشان تبعد الانتيرير ابدومينال وول من بقيه الاورجنز، فبالتالي تقدر تفيجواليز بروبرلي البلفيك اورجنز او كده. ففعلا اول ما بتدخل التروكر بتروح موصل ببريشر وتدخل سي او 2 او جاز، يعني بحيث ان احنا ننفخ البطن لتر ونص او لترين او وات ايفر، فده يخليني اقدر افيجواليز بروبرلي كل الكونتنتس بتاعت البلفز. وكمان بنروح قلبين يعقوب ممكن انت تك كنترول، انا مش هبقى متضايقه خالص. ايوه، بنقلب العينه راس العينه كده انتي تراند لامبرج بوزيشن عشان نبعد الانتستن عن الفيلد بتاعنا، لان انا عايزه اشوف البلفس، عايزه اشوف اليوترس والادنكسا. فبقلب العينه عشان باي جرافيتي تروح الانتستن دي رايحه ناحيه الـ يعني الدايفرام وناحيه الليفر، بدل ما كانت ناحيه اليوترس والدوجلاس باوتش. فبالتالي اقدر ان انا افيجواليز بروبرلي اليوترس والادنكسا. نشوف كده الصوره اللي بعدها، المنظر باللاباروسكوب بيبقى عامل ازاي. اهو بصوا يا دكاتره، دخلنا كده باللاباروسكوب حقنا الجاز جوه، فبالتالي الانتيرير ابدومينال وول بعد عن البلفيك اورجنز، فاحنا شايفين اليوترس في السنتر، وبعدين طالع منه الفالوبيان تيوبس، والفالوبيان تيوبس دور وراهم موجود الاوفريز، طبعا الشكل بتاع الاوفري اللي هو بيبقى وايتش وعليه كده شويه كارنيشن نتيجه للستيجما اوف اوفيليشن، والكالت ساك او الدوجلاس باوتش اللي هو ورا اليوترس ده نورمالي بيبقى فيه ايه؟ اه مين اللي بيعمل معايا ديالوج؟ عادي ممكن حد يرفع ايده. انا رفعت ايدي يا دكتور بس حضرتك ما خدتيش بالي. في حد رفع ايده؟ اماني. طيب اماني كده ماشي. اماني هو ممكن حد من الاطفال ياخد، لو حد في الاطفال ياخد هو اي يعني حد اللي هو حد عايز نزل دلوقتي بدل ما احنا اللي بنتكلم. اه احنا خدنا فرصتنا بزياده. اه هما لسه مسيطرين لحد دلوقتي، which is حاجه يعني different عن كل سنه الحقيقه. طيب فأماني، إيه اللي موجود في الدوجلاس باوتش نورمالي يا أماني؟ هو الدوجلاس باوتش نورمال إن هو فاضي ما يكونش فيه حاجة. بالظبط كده، عشان كده ده المنظر اللي إحنا شايفينه، إن إحنا مش شايفين فيه حاجة، الدوجلاس باوتش نورمالي بيبقى فاضي، فلو نزل فيه انتستن أو كده بتبقى إيه؟ ده كده بتبقى هيرنيا أو إن انتيروسيل. انتيروسيل بالظبط كده، فتبقى one of the types of اللي هما البوستيريور لابس ابر وول بتاع. فاجينا اللي هو بيبقى انتيروسيل، لكن نورمالي ان
حضرتك بيقطع. شايفين هنا اليوترس وبعدين الكاسك او الدوبلس. دكتور احنا ما سمعناش حاجه. انت التحتانيه دي اللي هو الـ الـ هو صوت حضرتك كان بيقطع جامد. كنت بتقولي ان الانتيريو سيل وان اوف ذا تايبز اوف ايه وقطع بقى الانتيريور فاجينال وول برولابس. الانتيريور فاجينال وول برولابس عندنا اللور بارت بتاعها بيبقى ديفيشن برينيوم لو اللور بارت اوف ذا بوستيريور فاجينال وول، والميدل بارت اللي هو الراكتو سيل، والابر بارت ده اللي هو الانتيريو سيل. كويس. فالانتيريو سيل ده وان اوف ذا بوستيريور فاجينال وول برولابس، لكن دي طبعا مش الكيس بتاعتنا. احنا هنا عندنا نورمال بلفس في اليوترس، وبعدين باين عندنا الفالوبيان تيوبز وباين الاوفريز، وفي تحت اللي هو مكتوب عليه ار يو اس ال ده اللي هو يوتروسيكرال ليجمنتس. اليوتروسيكرال ليجمنتس هنا كمان باينين، الدوجلاس باوتش فاضي، وبعدين ورا في الريكتم. فده نورمال ابييرنس بتاع اللي بنشوفه لما نيجي نخش باللاباروسكوب. وساعات كتير الصوت قطع تاني برضه. هي الدكتور قالت ان الانتيريو سيل الابر بارت في البوستيريو فاجينال وول الانتيريو سيل كوبي معلش هو قطع. لو واحده الصوت لو واحده unexplained infertility يا دكاتره بنعمل لها الدياجنوستيك لاباروسكوبي ده عشان نشوف اذا كان في اي abnormalities، في endometriosis، في endometriotic foci، وهنشوف المنظر بتاع الendometriotic foci يبان ازاي، ولو لقينا ساعتها بنكويها او بنعمل لها ليزر coagulation او diathermy coagulation. لما بنخش باللاباروسكوب بنخلي حد الاسيستنت او النيرس او كده يحقنوا صبغه من تحت من السيرفكس. فحقن الصبغه ده من السيرفكس المفروض بتخش جوه اليوترس وبعدين تطلع من الفالوبيان تيوب اللي هو بنسميه ميثيلين بلو تيست عشان نشوف اذا كان الفالوبيان تيوبز دول بيتنت ولا فيهم اي فورم اوف اوبستراكشن سواء كان بروكسيمال او ديستال اوبستراكشن. ما بنستخدمش هنا ايودين ولا بنستخدم سالاين لانه مش هتبان حاجه، فلازم تستخدم داي ليها لون. فالداي ليها لون اللي احنا بنستخدمها هي الميثيلين بلو ولا الليبيدول ولا كده. الحاجات الليبيدول ده بنستخدمه في الهيستروسالبنجيوغرافي، لكن هنا في الدياجنوستيك لاباروسكوبي بنستخدم الميثيلين بلو. شايفين الميثيلين بلو باين ازاي في هنا كده؟ التيوب بيتنت ولا ابستراكتد ولا ايه؟ بيتنت لان هي كده طلعت وظهرت. طالما ان هي اللي خرجت بره يبقى بيتن. لو كنت لقيت بالظبط، لو كان لقيت ان هو ما ظهرتش الداي، يعني هي الحكيمه عملت انسرشن او المساعد عمل يعني عاوزين نتفق على اغنيه بقى نحفظها كل ما الصوت يقطع كلنا نغني مع بعض عشان اللي بيسمع المحاضره يدعو علينا ويعني علينا. والله بنضيف الاثاره للمرح، بنضيف الاثاره. لكن انا ما ظهر هو الصوت والصوره يا دكتور دلوقتي. بص يا جدعان اوريكم حركه اكتشفتها قريب. بصوا الكاميرا كانت تعملها داوود دي هو الكاميرا حاطط ازاز ورا البتاع لا ده نظاره بس بغير ال كده الداي وبعدين ما تعديش. فلو ما عدتش طبعا ده تبقى ديستال تيوب الاوبستراكشن. لو ما شفتش الداي خالص تبقى بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن. عشان اكونفيرم ان عندي تيوب اوبستراكشن يا دكاتره لازم اعمل اللاباروسكوب. يعني لو انت عملت هيستروسالبنجيوغرافي ولقيت انه انت مش شايف التيوبز او مفيش داي دخلت جوه التيوبز، هل ساعتها تكونفيرم ان عندك بروكسيمال تيوب اوبستراكشن ولا ايه؟ اماني رحت فين؟ فين اماني؟ انا مع حضرتك يا دكتور، انا مع حضرتك. اوكي. فلو انت عملتي الهيستروسالبنجيوغرافي ولقيتي التيوبز مش باينين ساعتها هتقولي ايه؟
لا لازم اعمل لابريسكوبي ده كونفيرماتري عشان الهيستروسكوب ممكن يكون حصل سبازم او حصل حاجه، ف اللابريسكوب هو البيتنت اكتر يقول لي هي بيتنت ولا بس فما ينفعش ان هو اوبشن بالظبط كده. فاحنا لازم نعمل اللابراسكوب، يعني احنا الاول بنعمل الاول بنعمل يا دكاتره الهيستروسالبنجوجرافي. لو قال لي الريبورت بتاع الهيستوجرام او جالي الفيلم بتاع الهيستوجرام انه بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن، يبقى ساعتها مش هقدر اقول لها لا روحي فور اي في اف اكس، لازم الاول اكونفيرم الكلام ده بان انا اعمل لها لابراسكوبي، لان اللابراسكوب تبقى هي نايمه اندر انستيزيا وكده، فبالتالي اقدر اشوف اذا كان ده كان سبازم ولا هو فعلا التيوبز هنا اوبستراكتد، فلازم اكونفيرم باي الدياجنوستيك لابراسكوبي. لو اللابراسكوب قال لي فعلا التيوبز دي مسدوده ونيجاتيف ميثيلين بلو تست، يبقى ساعتها اقول لها اه فعلا احنا محتاجين نعمل اي في اف اكس. فده المنظر اللي احنا بنشوفه في الميثيلين اللي هنشوفه من الدكاتره اللي جايين كلهم صور لمناظير. فممكن الصوره اللي بعدها كده، ايوه شايفين المنظر بتاع البي سي او، الاوفريز بيبقوا يعني كبار اكتر، الفوليوم بتاعهم بيبقى اكبر، وفي نفس الوقت ما بنلاقيش الكوريجيشن بتاعه دي مش موجوده، فبتلاقي ان هو باريس يا يعني لو حد مش سالك في المحاضره دي يطلع بره يا جدعان. ولو تاخدوا بالكم برضو موجود، انتوا معايا ولا الصوت بيروح خالص ولا ايه اللي بيحصل؟ هو الصوت بيروح ويقطع، يعني دي بي سي او الكوريجيشن دي ما مش باينه عشان اللارج وقطع من الحته دي، يعني الكوريجيشن مش باينه عشان ما فيش اوفيليشن، ما هو البي سي او ده انوفيلاتري ديز اوردر، فما فيش الكوريجيشن او الستيجما بتاعت الاوفيليشن، فعشان كده بنلاقي فيري سموث سيرفيس بتاعه الاوفريز، وفي نفس الوقت برضو بيبقوا الفوليوم بتاعهم كبير. فده بالنسبة دي مثلا منظر البي سي او في اللاباروسكوب. نشوف الصورة اللي بعدها. ساعات طبعا فاري ريموت، يعني اخر حاجة خالص بتعملها في الاوفريز في البي سي او، انك انت ممكن تعمل حاجة اسمها اوفيريان دريلينج، بس طبعا بنجو فور اندكشن اوف اوفيليشن الاول، كلامي فانسي تريت اندكشن ب اتش ام جي اس سي جي. لكن قبل ما تجو فور اكسي، لو هي يعني شي كان نوت افورد او مش عايز تعمل اكسي او كده، ممكن تجرب الاوفيريان دريلينج، بحيث انك انت تاتاك الستروما بتاعه الاوفري اللي هي بتحول بتطلع اندروجين كتير. اوكي، ف يعني ان ترايل انك انت تقلل الاندروستين دايون او الاندروجين اللي بيبقى سكريتد من الاوفري في قصه البي سي او. فده المنظر بتاع الاوفيريان دريلينج، ان احنا بنخش بالدايثيرمي ونعمل كده زي دريلينج او زي دايثيرمي للسيرفيس بتاع الاوفري. اتفضل يا مصطفى. ريتك هو انا لو واحده بتشتكي مثلا من اكني وهرشتزم وعندها منستر ديجريل، يعني هي عندها مشاكل كتير، بس مشكلتها مش عايزه تخلق، يعني مش الخلفه يعني، وعندها بقيه المشاكل التانيه دي كلها، ممكن اخش لها في الاتجاه ده بدل مثلا ما انا بديها مثلا بظبط لها مثلا السايكل بس على الحاجات دي. هو الدريلينج ده امبيريكال، يعني ده مش اكيد ان هو هيجيب لك نتيجه. انت عارف ان الستروما هي اللي بتسكريت اندروجين كتير، فانت عايز تقتل شويه من الستروما، لكن امبيريكال ما انت ممكن تاخد معاك فوليكلز، ما انت ايش عرفك انت بتقتل ايه، دي مش مايكروسكوبيك جايدد يعني. فعشان كده ده بنقول عليه لاست ريزورت لو كل الحاجات ما جابوش نتيجه. لكن واحده عندها مثلا هيرشيتيزم وريجولر سايكلز وكده، طب ما دي تبقى كانديديت انك تديها حاجه زي الديان. الديان ده بيبقى اللي هو كيبروتيرون اسيتيد، ده بيستخدم فور كونتراسبشن، وفي نفس الوقت برضه هو انتي اندروجين، فده يبقى هايل جدا بالنسبه لها، لان هي هتاخد حاجه من الكونتراسبشن او الاو سي بيز دي هتريجوليت السايكلز، وفي نفس الوقت هي انتي اندروجين، فهتستفيد قوي ان هتبقى ريجوليت معاها اوكي. الصوره دي اللي حاططها لنا يعقوب دي سبسيسيرس مايوما، اليوترس باين عندي في الصوره اللي فوق، باين عندي اليوترس وبعدين طالع منه زي سبسيسيرس مايوما، والصوره اللي تحت بقى مش بس سنجل سبسيسيرس مايوما، ده مالتيبل طالع منه بادين كده كتير قوي من اليوترس، فعندنا مالتيبل سبسيسيرس مايوميتا طالعه من اليوترس. فده المنظر اللي انا ممكن اشوفه في السبسيسيرس مايوما باللابراسكوب. طب امال السبميوكس مايوما تبان ازاي باللابراسكوب يا امين؟ لا ده مش بقى الهستروسكوب بقى،
بالظبط كده. سابميوكوس بالظبط. فالسابميوكوس تبان طبعا بالهستروسكوب ما تبانش باللاباروسكوب. ده منظر ليه اللي ايه بقى يا اماني؟ ايه المنظر اللي قدامنا ده؟ ثواني بس اشوفه كويس. ده فايب بولب، دي من يوتروسا، يبقى دي يوتراين بولب باي. انا شايفها من بره سبسيروس برضو. سبسيروس انتيرور ولا بوستيرور؟ انا مش شايفه الاوفرز، فيبقى انتيرور صح؟ لا الاوفرز باينه اهو، اذا كان كاتب لك كلمه تشوب يعني كلمه تشوب موجوده. اه يعني كده هي دي، يبقى كده انا شايفه الاوفرز من بقى، يبقى كده بوستيرور. بالظبط كده. ده احنا ناحيه الدوجلاس باوتش والاوفرز اهي باينه والتشوب، فاحنا كده بوستيرور سبسيروس مايوما فعال. نشوف الصوره اللي بعدها. طب ايه المنظر ده بقى؟ دي كانت شوكليت سيست اللي هي الاندوميتريو بتاعت الاندوميتريوزس. كانت لما تتجمع ويحصل فيها بلادي كواجلي في الاوفري يبقى اندوميتريوزس. اندوميتراتيك سيست او شوكليت سيست. طب طالما ان انا دخلت اعملها بالمنظار كده، تفتكري ان السايز بتاعها ايه يا اماني؟ اكتر من 4 سنتي. اكتر من 4 سنتي اكيد، لان لو اقل من 4 سنتي كنت عملت لها ميديكال تريتمنت. هاي طب الصوره اللي بعدها كده. ده منظر اندوميتراتيك فوسايا دكاتره، يعني باتشز زي بيرنت ماتشز بتوع الاندوميتروزس، فممكن يبقوا موجودين في الدوجلاس باوتش، ممكن يبقوا موجودين على اليوتروسيكرال ليجمنت، على الاندر سيرفيس اوف ذا دايفرام، يعني ممكن نلاقيهم في اي حته في البلفز. لو هي اصلا بتشتكي من انفيرتيليتي وانا بعمل لها دايجنوستيك لاباروسكوبي فور ان اكسبلايند انفيرتيليتي ولقيت فوسايا بالمنظر ده، لازم اعمل لهم دايثيرمي او كوترايزيشن خلاص، لان هم بيعملوا انفلاماتوري رياكشن، فممكن هي دي اللي تاثر على الفيرتيليتي، فلازم ان انا اكويهم طالما ان دخلت ولقيت المنظر ده. عشان كده في الاكسبلايند انفيرتيليتي بنعمل لاباروسكوبي، عشان لو لقينا اندوميتراتيك فوساي صغيره مش شرط اندوميتروما، يعني فوساي بالمنظر ده لازم نعمل لهم دايثيرمي او نعمل لهم نكويهم يعني بالليزر او بدايثيرمي او كده. ده برده منظر تاني للاندوميتراتيك فوساي. معايز عندك سؤال اتفضل. بس عشان الحته دي ما تعديش، هو حضرتك بتقول الاماني اقل اكتر من 4 سنتي، مش كانت 6 سنتي ولا انا فاكر غلط؟ اللي هي سيست الاوفيريان سيست. لا مش اوفيريان سيست، اندوميتريوما. اولا الفانكشن الاوفيريان سيست كانت 7 سنتي، لكن لو كنا بنتكلم مثلا على اندوميتريال ثيكنس في البوست مينوبوزال لو اكتر من 5 ملي، لكن لو بنتكلم على اندوميتراتيك سيست كويس كانت اكتر من 4 سنتي سيرجيكال واقل من 4 سنتي ميديكال. تمام شكرا. طيب برضو ده المنظر بيرند ماتشز صغيره. ايه 5 ملي؟ ايه 5 ملي؟ الاندوميتريال ثيكنس بتاع بوست مينوبوزال لو واحده بوست مينوبوزال. اوكي فالاندوميتريال بتتكلم في سيستات انا كنت بتكلم على كله سيستات، بس قلت بالمره طالما بنتكلم على كات اوف فاليوز فعشان كده رحت مدخله ده معايا. اوكي فهنا برضو بيرن اهو فوساي صغيره قوي بلوش او براونش او كده بتوع الاندوميتروزس. نشوف الصوره اللي بعدها هيبقى فيها ايه. ايه رايك يا اماني؟ ايه المنظر ده؟ اليوترس، ايه اللي ورا اليوترس ده؟ في هنا adhesions اللي هو ورد على ايدي الشمال كده adhesions من بره. بالظبط بالظبط. ففي adhesion او fimbrial adhesion او يعني fibrous adhesions موجوده. ما هي صحيح فيلمي adhesions بسيطه، فعشان كده حتى ممكن بمقص بالمنظار ان احنا نقص هذه adhesions. دي ممكن تبقى نتيجه لchronic PID او كده، يعني في adhesions موجوده في البلفس. طبعا ساعات بتلاقي adhesions بقى فظيعه جدا برستيشو مغطي الدوجلاس باوتش انت مش شايفه، اوبليتريتنج الدوجلاس باوتش، حتى ساعات بنقول عليه فروزن بلفس، يعني من كتر ما انت مش شايف البلفس من كتر الادهيجنز اللي موجوده. فده نتيجه ليه؟ يا اما عملت اوبريشنز قبل كده، يا اما تكون جالها انفكشنز او بي اي دي قبل كده، فممكن يعمل لنا المنظر بتاع الادهيجنز ده. طب نشوف الصوره اللي بعدها. دي برضو اومنتال ادهيجنز لازقه في اليوترس، فطبعا عشان نعمل اي اوبريشن او بروسيجر لازم ان انا ابتدي ان انا افك هذه الاومنتال ادهيجنز وابقى شايفه اندر فيجن انا بعمل ايه. فده برضو ادهيجنز، مش بس فيلمي ادهيجنز واومنتال ادهيجنز كمان. طب ايه ده؟ هو كاتب لنا فوق هيدروسالبنكس. انت شايفه الهيدروسالبنكس يا اماني؟ شايفه التيوب عامله ازاي؟ يعني هو دلوقتي ده يوترس وتيوب وتيوب اوفري. يعني هي التيوبه مكمله بس الديستال بارت اوف ذا تيوب مش في البروكسيمال. طب في داي احنا شايفينها؟ لا مش شايفين داي، فكده يبقى في اوبستراكشن، بروكسيمال اوبستراكشن فما عدتش، فصح؟
هي بروكسيمال هي ديست، بس خلي بالك طالما ان انا شايفه التوبه منتفخه في الاخر يبقى دي ديست الابستراكشن. لو كنت التوب انا شايفه الفيمبرال اند كويس ومفيش اي انتفاخ ناحيه الفيمبرال اند كانت هتبقى بروكسيمال تيوب الابستراكشن، لكن دي طالما ان الديست اند اوف ذا تيوب از ديستندد فكده يبقى انا عندي ديست تيوب الابستراكشن. لو كانت الفيمبرال اند انت شايفاها بيتنت يعني مش ديستندد ولا حاجه كانت هتبقى بروكسيمال تيوب الابستراكشن، لكن في الحالتين طبعا مش هتشوفي داي، يعني مفيش داي موجوده، فبالتالي انت عندك تيوب الابستراكشن وهنا ديست تيوب الابستراكشن اللي هي هيدروسالفيس. طب لو الست دي كانت داخله عشان تحمل هتعملي لها ايه؟ لا هي ديستال تيوب الابستراكشن لازم اعمل ليجيشن للتيوب بروكسيمال او عشان ما يحصلش الهيدروسالفيس او الليجيشن تيوب الليجيشن. تيوب الليجيشن لو هي عشان اعمل كده ايوه كنت بقى يعني بدخل بعمل تيوب بروكسيمال تيوب مش فاكر حد بيقول اي حاجه ديسكونكشن ايوه بالظبط كده تيوب الديسكونكشن. فلو كان عندي زي منظر ده هيدروسالفنس وهي اساسا الكومبلين انفيرتيليتي يبقى انا لازم اجو فور تيوب الديسكونكشن اديسكونكت التيوب من اليوترس عشان الانفلاماتوري فلويد ده ما يخشش في اليوترس ويبقى يافكت الفيرتلايزد اوفم او الامبريو ترانسفير اللي انا هعمله. اوكي نشوف الصوره اللي بعدها. بركب اي دي حصل بيرفوريشن والاي دي ده بقى موجود جوه، فساعات بنخش نجيبه بالمنظار لو هو كان انترا بيريتونيا يعني انترا ابدومينال اي دي، فبخش بالمنظار عشان اجيب المست اي دي ده، بنمسك من الفتل ونبتدي نشد بقى الاي دي ونطلعه بره. طبعا هو بيعمل انفلاماتوري رياكشن لانه في كابر وكده، فالانفلاماتوري رياكشن بدل ما كان بيعمله جوه انسايد ذا يوترس لما كان جوه اليوترس بيعمل انفلاماتوري رياكشن بره، عشان كده برده محتاجين نشيله عشان ما يبقاش في ادهيجنز حواليه وينديوس الانفلاماتوري رياكشن. اوكي في سؤال لحد دلوقتي؟ دي لو احنا هنعمل بقى تيوبل ستيرلايزيشن يعني في ميل ستيرلايزيشن، يا اما ان انا باخد التيوب سيجمنت كده وبعمل له دايثيرمي فبالتالي ده هينجوس فايبروزس فكده انا ولازم اعمل الكلام ده على الناحيتين، او ممكن ان انا احط كليبس. في متهيألي صوره للكليب اللي بعد كده. هو في كليبس اهي، فممكن احط كليبس كده بدل ما اعمل دايثيرمي بحط الكليبس. ايه الفرق تفتكري يا اماني بين الصوره اللي قبل كده اللي هو انا عملت سيجمنت كله دايثيرمايزد وبين الصوره دي ان انا رحت حاطه كليبس قفلت كده الفالوبيان تيوب؟ هو الكليبس ممكن تكون تمبرري ممكن اشيلها او كده. هايله هم الثانيه هتبقى التانية لازم permanent، انت بوظتي التيوب خالص، لكن دي ساعات بيعملوها لو هي عايزة temporary. بس خلي بالك ان احنا برضو لما عملنا كده انت ما تضمنيش ممكن قوي فعلا induce fibrosis ويحصل. بس دي يعني ممكن تبقى يعني reversible اكتر من التانية، يعني اللي احنا شفناها اللي فاتت بتاعت الكليبس ممكن تبقى reversible method of sterilization دي اكتر من اللي احنا شفناها في الاول. طبعا دي انا بوظت التيوب وعملت ده التيوب نهائي. طيب لو على الصوره دي دكتور هو يعني دي بتبقى حاجه انرت ولا ما بتعملش بريتونايتس ولا ازاي؟ يعني حاسس انرت زي الدعامات والحاجات اللي بيستخدموها وكده، فدي بتبقى حاجه ده حتى بيحطوا في العظم مسامير وحاجات يعني بتبقى زي الحاجات دي. فبتبقى انرت، لا ما بتعملش رياكشن حواليها. الصوره دي بتاعت يعني انتوا شايفين اليوتروسيكرال ليجمنتس وشايفين الاوفريز مش كده؟ امال ايه اللي مش موجود؟ فين اليوترس؟ اليوترس هو اللي مش موجود بالظبط كده. الاوفرز موجودين، الاوفرز موجودين لان فعلا الاوفرز دول جينيتال ريدج، لكن اليوترس نفسه مش موجود. فاليوترس والتيوبز والسيرفكس والابر فاجينا مش موجودين، اللي هو زي ماير كتانسكي كوستر هاوزر سيندروم او الموليرين اجينسيس، فباين لنا بس اليوتروسيكرال ليجمنتس. فده ممكن منظر لو فيرتيلتي، بس طبعا محتاج في المايو كتاسك انك تعمل لاباراسكوبي لان احنا بنبقى عارفين من السونار ان هي ابسنت يوترس يعني، بس ده المنظر بتاع المايو كتاسك. طيب ايه البنفيت بتاع اللاباراسكوبي اماني؟ يعني مثلا يعني مثلا هقدر اشوف منه يعني هو ليس انفيزيف عن ان انا هفتح لاباراتومي او اعمل سيرجري، يعني ان انا افتح كمان ان انا الستي في المستشفى هيبقى اقل بعد اللاباراتوري على الهوسبيتال ستي بيبقى اقل. ايه كمان؟ مش هقلل الفايبروزز والاديجن اللي بوست اوبرتيف دي هتبقى اقل.
هما دول يمكن التو مين ادفانتج بتاع اللاباراسكوبي، ان هو الهوسبيتال ستي بيبقى اقل، وال الادهيجنز بتبقى لاس ادهيجن، عشان هي لو واحده عايزه تبريزرف فيرتيليتي وكده، فايتس باتر تو جو فور لاباراسكوبي، نعملها العمليه بتاعتها بالمنظار عن ان احنا نعملها اوبن. طب ايه الكومبليكيشنز اوف لاباراسكوبي؟ يعني هو انا مش عارفه، ممكن في حاجات ممكن ما اشوفهاش كويس، فانا هحتاج ان انا افتح لابراتومي واعمل زي ما بيقولوا استكشاف او كده. حاجة تانية ان حتة برضو الجاز دي distinction جاز مش عارفة ليها يعني ليها يعني adverse effect ولا لا، برضو ممكن هي خلي بالك دي عملية، فيعني ايه complication of laparoscopy؟ anesthesia complication. طب اول anesthesia complication، وايه تاني وانت داخله بالتروكر وداخله بالحاجات دي؟ ممكن اعمل انجري للانتستين او انجري، بعمل بورفوريشن لحاجه للاورجان كده بالظبط. طب تفتكري مين اللي ممكن يحصل لها انجري بالذات لفاسلز وجريد فاسلز اكتر، لو واحده كانت رفيعه وانا بعملها المنظار، ولا لو واحده اوبيز؟ يا رب تكون رفيعه عشان ما كده الرفيعه عشان مثلا اكيد الرفيعه ليه؟ ايوه بس دي حقيقه، لان انت لو واحده رفيعه يعني فاهمه، انت يعني هي بطنها كده على ترابيزه العمليات، فانت عندك عبره قدامها الانفيرو فينا كيفا والاورتا، وانت تفكر رفيعه انت فيري لايبل انك انت تعملي انجري لجريد فيسلز، لكن لو واحده في فات وفي انتير ابدامنا الاول تخين وكده، فانت بعيده اساسا عن الاورتا الحمد لله والله حاجه يعني كده. دي من الحاجات يعني ممكن نعمل انجري لجريد فيسلز، انجري لفيسلز حتى صغيره، ممكن نعمل انجري طبعا او ثيرمال انجري لو استخدمنا دايثيرمي او كده للانتستين والحاجات دي، فلايبل ان هو يحصل انجري. بس اهم مزايا اللاباروسكوب فعلا اللي هو ديكريز هوسبيتال ستي واللاس ادهيجنز. في سؤال في اللاباروسكوب يا دكاتره؟ طيب نكمل الهيستروسكوب. اماني اللي هتكمل معايا ولا مين؟ تهيالي نعتق اماني شويه. مين هيكمل معايا الهيستروسكوب؟ تعالى لميس. ماشي تمام معاك. شكرا يا لميس. ايه الهيستروسكوب بقى يا اماني؟ يا لميس سوري. فالهيستروسكوب ده المنظار هندخله فين؟ ترانسفيرال. كويس. هل هتشوفي بايه وانت داخله؟ هشوف ال من اول الفاجينا والسيرفكس واليوترس. هايله بالظبط كده. واحنا داخلين بالهيستروسكوب كده بنشوف الفاجينا الول والريجي بتاعه الفاجينا، بنشوف السيرفكس والسيرفايكال كانال لحد ما نخش جوه اليوترس، وهو الايم بتاعنا هو اليوترس. عشان كده وانس ان انا دخلت جوه اليوترس، اليوترس واليوتراين كافيتي برده بوتنشال سبيس، فالمفروض ان انا اعمل ايه هنا؟ انفخ برده. انفخ بس بفلويد، بنفخ بفلويد لان لو نفختي بجاز ده بيبقى في الدياجنوستيك هيستروسكوبي بس، لكن لو عايزه تعملي اوبراتيف هيستروسكوبي فبننفخ زي حاجه اسمها جلايسين، او يعني تنفخي بفلويد عشان تقدري انك انت تبعدي الانتيرور من البوستيرور وول اوف ذا يوترس، فبالتالي تقدري تشوفي اليوتراين كافيتي. نبص على منظر بقى اليوترين. بس اشمعنى الدياجنوستيك جاز والاوبراتيف اللي هو يعني كده بفلويد؟ عشان لقينا لو استخدمنا لما بنيجي نستخدم في الجاز تستخدمي دايثيرمي او كده، ده ما يعني ما بينفعش وهو جاز، لازم يبقى فيه فلويد يعني عشان تستخدمي الدايثيرمي جوه الهيستروسكوب. فلو جيتي تعملي اوبراتيف فبيبقى بنديستاند الديستنشن ميديا بيبقى فلويد، لكن لو جيتي تعملي دايجنوستيك بيبقى ممكن جاز، بس اكشلي احنا بنستخدم فلويد على طول، ما بنستخدمش الجاز خالص في الهيستروسكوب. طب تفتكري انت محتاجه تعملي دايلاتيشن للسيرفكس ولا لا وانت بتعملي هيستروسكوب؟ بيتهيألي لا، لان هو الهيستروسكوب حاجه رفيعه. كويس. فهو فعلا لو جيت اعمل حاجه اسمها اوفيس هيستروسكوبي، اوفيس يعني دايجنوستيك بس، ان انا اشوفه يعني اشوف اليوتراين كافيتي، انا مش محتاجه اعمل دايلاتيشن. لكن لو عايز اعمل اوبراتيف بروسيدجر يعني اعمل مثلا كراتج ريموفال اوف بوليب ريموفال اوف مايوما كده، فانا بالتالي محتاجه اعمل دايلاتيشن. بالظبط كده. فالاوفيس هيستروسكوبي او الدايجنوستيك هيستروسكوبي مش محتاج انا
أنستيزيا. طيب هو أنستيزيا لكن الأوبراتيف هو ده اللي محتاج دايلاتيشن، فبالتالي محتاج أنستيزيا. أوكي أنستيزي. المنظر اللي احنا شايفينه ده يا دكاترة، إن أنا أول لما دخلت بالمنظار إيه اللي أنا شايفاهم في الصورة اللي تحت دي يا لميس؟ التيوبات. في تو اوبننج كده، ايه التو اوبننجز دول؟ مش التيوبس بالظبط كده، ما هو لازم اقول التيوبات بالظبط. التيوب الاوبننج، التيوب الاوبننج، فانا كده شفت التيوب الاوبننج، فكده ده المنظر انا لما بخش ده نورمال يوتراين كافيتي، فبنلاقي انه في الميكوزا بتاعه اليوترس، وبعدين بنلاقي التو اوبننج بتوع التيوبس باينين. طب نشوف الصور اللي بعدها. هنا مثلا لو عندي مايوما اوكي، فعايزه ودي نوع المايوما هنا ايه؟ سبميوكس بالظبط، لان انا شايفاها انسايد ذا ترانك كافيتي، فبالتالي لو كلها بلجنج قدامي انسايد ذا ترانك كافيتي اقدر ان انا اشيلها ثرو الهيستروسكوب. فدي كلمه هيستروسكوبيك مايوماكتومي، بالذات لو هي بتشتكي مثلا من انفيرتيليتي، حتى لو سمول مايوما لا انا لازم اشيلها عشان ممكن تبقى هي اللي مانع الامبلانتيشن. فبالتالي لو هي عندها سبميوكس مايوما حتى لو صغيره وبتشتكي من انفيرتيليتي لازم اشيلها السبميوكس مايوما. ده المنظر لو هشيل، بندخل زي حاجه كده بتشيل المايوما ده، بس عشان تبقوا انتم متخيلين ان احنا ممكن نشيل مايوما بالهيستروسكوب. نشوف الصورة اللي بعدها. شايفين بوليبويدال اندوميتريوم ده ازاي؟ يعني في زي بوليبويدال اندوميتريوم زي في الكومبلكس هايبربليزيا وكده، فالبوليب بتختلف عن الميوما ان هي الفايبرويد بيبقى فيها زي فايبرس تيشو، بس البوليب دي بتبقى من اندوميتريوم بس، فعشان كده تلاقوها زي فلاشي ماس كده ومن الديستنشن ميديا تفضل راحه جايه، لكن الفايبرويد بتبقى حاجه فايبرس تيشو وماسكه نفسها. فدي مثلا منظر بتاع يوتراين بوليب برضو انا شايفاه بالهيستروسكوب، فممكن اعمل هيستروسكوبيك بوليبكتومي ان انا اشيل البوليب دي من خلال الهيستروسكوب، بتبقى اندر فيجن، فدي احسن ان هي تبقى اندر فيجن. نشوف الصوره يعني اللي بعدها. البوليب غير الفايبرويد ده حاجه يعني يعني ممكن يبقى عندك فايبرويد بوليب وممكن يبقى عندك وممكن يبقى عندك اندوميتريال بوليب. عامه لما بنقول بنقول البوليب على طول كده نقصد عند ايه؟ اندوميتريال بول بوليب كده باي ديفولت ان هي اندوميتريال بوليب. هو غالبا عشان احنا عملنا محاضره وقت العصر يا جدعان، محدش فينا صلى، فتحس ان ربنا مش مبارك في بتوجع لنا ضميرنا. ايه في اليمن محاضرتي؟ مفيش بركه خالص. ساعات يعقوب بيقول من 4 ل 6 هتلاقينا كلنا ناخد بريك. هو احنا خلاص يعني لو هو نصلي ونشرب شاي بلبن. طيب فهي دي البوليب، فباي ديفولت بنقول لو قلنا بوليب بس يبقى بنتكلم على اندوميتريال بوليب، لكن لو هي فايبرويد يبقى هنحدد ونقول ان احنا بنتعامل مع فايبرويد بوليب. نشوف اللي بعدها كده. معلش بس عشان كان لما الدنيا قطعت انا تهت، الفرق بين فايبرويد بوليب والبوليب العادي؟ البوليب العاديه هي اندوميتريوم بس، ففلاشي اندوميتريوم، لكن الفايبرويد ده بيبقى فيها فايبرس تيشو. فلو قلنا بوليب بس غالبا بتبقى اندوميتريوم. انت لو الباثولوجي هيبين اكتر، يعني احنا بنتكلم بالشكل، لكن في الحالتين انت هتشيلها والباثولوجي هيبين لك اكتر. طبعا الباثولوجي ريبورت لما تبعت الكلام ده بايوبسي هيقول لك دي كانت اندوميتريال بوليب او دي كانت فايبرويد بوليب. طيب نيجي الصوره اللي بعدها، هي دي بتاعه الاي دي مش كده؟ اوكي دي بوليبويدال اندوميتريوم.
يعني عامل زي بوليباي كده. فالاندوميتريا هايبربليزيا بيبان في صوره بوليبويدال اندوميتريوم او زي بوليباي كتير صغيره. فاول لما بنخش بنلاقي في ثيكنس جامد قوي للاندوميتريوم، فعلى طول نشك ان دي تبقى اندوميتريا هايبربليزيا. برده بتبقى جايدد باي هيستروسكوب، بناخد بايوبسي اندوميتريال بايوبسي جايدد باي الهيستروسكوب وبنبعتها فور بايوبسي هيجي لنا بقى. يعني انت الشكل بيقول لك سجستيف اوف، لكن طبعا ما اقدرش اقول اندوميتريا هايبربليزيا غير لما يجي لي الريبورت بتاع الباثولوجي ويبصوا على الجلانس دي تحت الميكروسكوب. اوكي ده منظر ايو دي. طب ليه انا اخش اشيل الايو دي بالهيستروسكوب؟ ما الايو دي عادي بيتشال من غير الهيستروسكوب. عشان لو مسد الثريدز بتاعته مسد. هايله، برافو عليكي، بالظبط كده. لو هي مست ثريدز فمست انترا يوتراين اي او دي، يعني انا مش حاسه الفيتال ومش عارفه ان انا اجيبه لان مش عارفه اشد على ايه، فبالتالي بنخش جايدد باي هيستروسكوب نمسك بقى اللمس بتاعت الاي او دي ونشيل الاي او دي، نريموف الاي او دي باي هيستروسكوب. فدي ممكن اوفيس هيستروسكوب، مش محتاجه دايلاتيشن ولا حاجه، بالاوفيس هيستروسكوب ممكن ان هو يتعمل. نشوف الصوره اللي بعدها كده. ده منظر سبتيت يوترس، يعني انا دخلت الطبيعي ان انا اشوف في نفس الفيو كويس التو اوبننج بتوع التوب. لو لقيت نفسي لا مش عارفه اشوفهم كده، انا لازم ارجع لورا عشان السبتم ده او الحاجز ده ممنعني ان انا اشوف في التو تيوب الاوريفيسز مع بعض، يبقى كده ده بيدايجنوز ان انا عندي يوتراين سبتم. وطبعا يوتراين سبتم لازم تو بي ريسكتد، بالذات لو هي بتشتكي من انفيرتيليتي، لانه ممكن يعمل انفيرتيليتي او يعمل ريكارنت ابورشن. فبالتالي السبتم ده بنعمله هيستروسكوبيك ريسكشن اوف ذا سبتم، يعني ثرو الهيستروسكوب بنخش وبنشيل السبتم ده زي المنظر بتاع المايوما لما جينا بنعمل مايومكتومي، برده بنخش ونبتدي نشيل السبتم ده من تحت لفوق لحد ما نوصل للمايوميتريوم ونبقى شايفين ال two opening of the tube at the same time. يبقى كده معناها ان انا فعلا انا شلت السبتم ده، وبالتالي نقول لها تجو بقى فور فيرتيليتي زي ما هي عايزه. طب دكتور ممكن اصلا بريجننسي يمشي على سبتيت؟ يعني هو مش 100% يحصل ابورشن او مشكله في البريجننسي فهضطر ان انا مش شرط. لو حصل لك فاندل امبلانتيشن خلاص انت ما عندكيش مشكله، يعني ما حصلش امبلانتيشن على السبتم. لكن هو لو حصل امبلانتيشن على ناحيه السبتم هو اللي ساعتها هيحصل لها يا اما انفيرتيليتي يا اما ريكيرنت ابورشن. هي بس مشكله السبتيت ان انت برده لو سبتي السبتم ان ممكن قوي بلاسنتا تبقى امبلانتد عليه، وده طبعا فايبرس ممكن يكاري الريسك بتاع ابنورمالي ادرنت بلاسنتا وبلاسنتا اكريتا وبركريتا وكده. كان في ناس متهيالي عايزه تسال، شكلهم الاطفال مين كان رافع ايده؟ انا يا دكتور. اتفضلي. دكتور هو انا ازاي قلت في السبتيت يوترس ده ان هو سبتيت مش باي كورنيوات يوترس؟ مش هتقدري ابدا تقولي فعلا، يعني هو غير لو كنت عامله اسوشيتد معاه لابراسكوبي. اوكي يعني اسوشيتد دايجنوستيك لابراسكوبي هيستروسكوبي، فشفتي باللابراسكوب ان انت عندك فعلا باي كورنيوات يوترس، لكن بس كده وانت شايفه من جوه لا طبعا اي كان نيفر كونكلود. فدي اكيد كانت عامله لابراسكوب الاول، فشفنا ان هي يعني الفاندس ده وان فاندس، فبالتالي المنظر ده من جوه يبقى سبتيت يوترس. لكن لو كنا احنا عاملين لابراسكوب ولاقيين ان هو تو هورنز موجودين، يبقى لو شفت المنظر ده بالهيستروسكوب هقول عليه باي كورنيوات يوترس. اوكي ميرسي يا دكتور. دريان في حد تاني كان رفع ايده؟ لا خلاص تمام يا دكتور. اوكي طيب ايه بقى الادفانتج بتاع الهيستروسكوب؟ اكيد لازم انفيزيف برضو. إيه؟ مفيش انستيزيا لو هو دايجنوستيك. هو لو اوبرتيف بعمل لوكال ولا جنرال؟ لا بتعملي جنرال او لوكال، اللي هي قصدك سباينال، يعني اللوكال ما هو ينفعش لوكال في المكان ده، يعني اللي هي سباينال انستيزيا او جنرال انستيزيا. فدي الادفانتج ان هو بروبر فيجواليزيشن اوف ذا يوتراين كافيتي، فحتى لو كان في حاجه مش كنا شايفينها بالالترا ساوند بتبان طبعا بالهيستروسكوب، وبناخد بقى بايوبسي او نشيل. وطبعا زي ما انت قلتي لاس انفيزيف، انا ما بفتحش بطن العيانه ومفيش ولا ادهيجنز ولا اي حاجه. وحتى ممكن نعمل منه كمان تيوب الستيرلايزيشن، ما انا شايفه التيوب الاوريفيسز، فممكن قوي ان احنا نعمل دايثيرمي على البوث اوريفيسز بتاعه التيوب. لو هي مثلا كانت فاتحه بطنها كتير قبل كده عندها ريسك فور ادهيجنز جامده، فبالتالي لاس ريسكي الهيستروسكوبي عن اللاباراسكوبي، فجو فور ستيرلايزيشن باي هيستروسكوبيك ستيرلايزيشن بدل ما اعمل لها لابراسكوبيك ستيرلايزيشن. يعني طب ايه الكومبليكيشن بتاعه اللابراسكوبيا يا لميس؟ ممكن فلود اوفرلود بالظبط،
اكتر حاجه فعلا اكتر كومبليكيشن بنقابلها في الهيستروسكوب هي فلود اوفرلود. لو قعدت نسيت نفسي بقى وسرحت وقعدت كتير جوه وعماله بحقن فلود بحقن فلود، فعشان كده لازم دكتور التخدير بيبقى معايا عمال يحسب الفلود انبوت اللي هو عمال يدي قد ايه. ففلود اوفرلود وممكن يعمل ده ينتج عنه الكترولايت ديستربنس او الكترولايت امبالانس. فهو ده فعلا اكتر كومبليكيشن للهيستروسكوب، فلازم يبقى دكتور التخدير مصحصح معايا. ولازم انا كمان البروسيدجر ابقى يعني ما ياخدش وقت، حتى ساعات مثلا في السبتم لو لقينا انه السبتم ده طويل بنعمله على تو سيتنجز، ما نعملوش على اونلي وان سيتنج عشان ما اطولش البروسيدجر بتاع الهيستروسكوب، فبالتالي اعرضها لفلود اوفرلود والكترولايت ديستربنس. اتفضلي معايز دكتور. معلش ممكن حضرتك تقولي يعني ايه فلود اوفرلود بس عشان لو كده مش هسال سؤال. انت بتحقن فلود صح؟ فانت بتحقن فلود من تحت عشان تعمل ديستنشن. طب الفلود ده بيروح فين؟ ما الفلود ده بيخش، ما هو التوبز بيتنت فبيخش من التوبز على البيريتونيال كافيتي فبيحصل له ابزوربشن، فهي بيحصل لها في جسمها فلود اوفرلود. تمام تمام اوكي. فده بالنسبه للهيستروسكوب. في سؤال في الهيستروسكوب يا دكاتره؟ اوكي انا كلوبي، بس هي المحاضره دي كان معاها البروسيدجرز، فهل تبصوا على البروسيدجرز؟ هي كلها صور برضو ولا ايه؟ انا تمام يعني. ايوه نبص. تمام طيب. نبص على البروسيدجر. في انا بعت لك برضو البروسيدجرز معاهم الاوبريتيف. لا لا في نفس الريكورد ده يعني ممكن يبقى معاك على اول حاجات في ال سهل القص كده. داوود يا دكتور بقى. لا داودي مش داودي ملوش دعوه. لا القصد ده يعني اسال اصل انتوا بحس انكم ما بتصدقونيش يعني اللي هو بقى بتضحكوا قبل ما انا ارد، فاللي هو ما بقاش قادر ارد اذا كنتوا بتضحكوا من قبل ما ارد. ليه يا دكتور؟ احنا قلنا حاجه، احنا قلنا حاجه يا جماعه. صدقيني كده القصد دول هديه والله هديه. لا مش بهرج بتكلم بجد، هم فعلا هديه. فانت هنقصك يا دكتور. هنقصك كفايه هديه. امتحان والله ولا فين؟ طب ممكن يا جماعه تسالوا بس الدفعه ايوه ايوه على فكره هم بيقولوا اسالوهم الراوند درجاتهم عامله ازاي واخر سنه درجاتهم عامله ازاي. انتوا مش عارف الاورينتيشن تمام ماشي. وشاحي تاني اسبوع لسه فبيقول في امتحان اوسكي ولا لا؟ اه طبعا في امتحان اوسكي. امال هيروح فين ده؟ فاينل فاينل في الفاينل مش في الراوند. مش في الراوند بيبقى عشان هو مش عارف الاورينتيشن. ما كان بيشرح توزيع الدرجات يا جماعه. ما انا قلتها في الاورينتيشن واحنا بنشرح توزيعات الدرجات قلنا اسكي ده في الفاينل ده عليه 60 درجه ده بيبقى في الفاينل. لا ده الرينج بتاعتنا احنا راود الناس الجديد من اسبوعين بعد التاجيل ايوه ما هو انتوا ما هو اللي كنتوا في اورينتيشن. انت سبت 2 و4 ولا حد 3 و5؟ سبت 2 و4. طيب ما حضرتك اللي فعلا من ضمن الانسترومنتس اللي بنستخدمها كتير قوي اللي هو السباكولوم، السباكولوم اكزامينيشن. فالسباكولوم ده على طول موجود في العياده ولازم نفحص فيه عشان نبص نفيجوالايز الفاجينال وول والسيرفكس. طبعا السباكولوم ده اندر انستيزيا ولا ويزاوت انستيزيا؟ مين معايا بقى؟ مين الديالوج اللي معايا؟ ناخد حد بقى من الأطفال. هو مين من الاطفال يبقى من الاطفال يخش معايا؟ سماء دكتور اطفال. سماء ازاي سماء اطفال اصلا؟ هو انا مش هو احنا مش دلوقتي اطفال. انتوا كده لخبطتوني. انتوا قلتوا بنقول ان احنا اطفال. انا نسى دلوقتي اطفال. ايوه انا كنت نسى يعني المفروض انا نسى. ايوه ما سماء دي ما كانت معايا ده انا كنت بديها في الراوند. ازاي تقولوا لي ان هي مش عارف ايه؟ دي برضو تبع ايوه دي حقيقه. دي حقيقه. ايوه انا كنت خش يا داودي يا ابني بقى لك راوند عاوز تخش المنهج هيخلص. انا ما عنديش مشكله ماشي اوكي. نوها برضو بيتهيألي طيب. زي نوها نوها طبعا دفنتلي هي اطفال يعني هي ناس حاليا فهي بادية اطفال يعني. طيب نوها تفتكري السباكولوم ده هنستخدمه اندر انستيزيا ولا وزاوت انستيزيا؟ وزاوت انستيزيا بالظبط كده لان ده احنا بنقول ده في العياده فمش معقول كل الستات اللي هركب لها سباكولوم هديها بنج فدفنتلي ده وزاوت انستيزيا كويس. طيب نشوف الصور اللي بعدها. ده منظر السباكولوم. في نوع تاني سباكولوم وريه لنا كده يعقوب اللي بعديه. ده بيستخدم في معلش انا ما سمعتش نوها. فده بيستخدم في ايه؟ I have no idea. طب حد من النساء نقول احنا نوها
البرولابس والانكونتيننس. بالظبط ده سيم سباكولم بالظبط كده. السيم سباكولم اللي كنا بنشوف فيها الفيزايكو فاجينال فيستولا وكده, فكنا بنحطها حتى في هي في السيم بوزيشن على جنبها وندخل السيم سباكولم ده عشان فيجوالايز الاوبننج اللي في الفاجينا, فبنشوفها في الفيزايكو فاجينال فيستولا. فده السيم سباكولم وليه السيم بوزيشن كمان. طب نشوف الصوره اللي بعدها. هو حرام بصراحه ان انا ادخل حد من بتوع الاطفال لان دي كلها تجميعات, فمعلش انا اسفه انا ابعت بعتذر لك يا نهى. لا لازم حد من بتوع النساء هو اللي يكمل معايا. يعقوب ما تبقاش غيرك بقى. انا كان نفسي ابقى اوف اني هاب بس الصراحه لسه بدري قوي. لا ميرسي ليكي بصراحه انا اللي بعتذر لانه ما ينفعش ادخلك في حاجه يعني تجميع, يعني ممكن موضوع نفكر فيه مع بعض لكن ده موضوع تجميعات, فلا انا اللي بعتذر. يعقوب انت اللي هتكمل معايا. يعقوب يعمل كل حاجه يا دكاتره, ما هو برده انا حرام انا مع حضرتك برده اللي بحب قوي. طب خلاص سما تكمل. اوكي طيب سما ايه رايك ده اللي قدامنا ده يوتراين ساوند بيستخدم في ايه؟ ده عشان نقيس طول اليوترس. هي بالظبط ما هو ساوندينج اوف ذا يوترس نقيس اللينث بتاع اليوترس ده اندر انستيزيا ولا زاوت؟ ده بيتهيألي ده وزاوت انستيزيا يزود بالظبط. ده حتى احنا رسمين حاطين قد جنبه اسمه ايه ده اي دي عشان نعمل انسرشن للاي دي, فبالتالي بعمل ساوندنج لليوترس عشان اشوف اللينث الاول قبل ما اظبط الاي دي واعمل له انسرشن. فديفينتلي يزود انستيزيا, مفيش حد بيركب لولب بانستيزيا, فالساوند برده بيبقى ويزود انستيزيا وهو بيوريني اللينث اوف ذا يوترس يوتراين كافيتي وكمان الدايركشن بتاعه اذا كان اي في اف انتي فيرتد فلاكسد يوترس ولا ار في اف يوترس. طب نشوف الصوره اللي بعدها كده. طيب ده فولسيلم, فولسيلم او ماسك عنق الرحم بنعمل بيه ايه ده يا سما؟ سما انت جبتي كام في النساء؟ يعني ابعتيلي يعني مش لازم افندم مش لان انا ما يعني انت ما قلتيش. اوكي طيب ماشي اوكي الفولسيلم ده بنستخدمه تقريبا بنستخدمه واحنا بنعمل دايلاتيشن, بنمسك بيه مثلا واحنا بنعمل دايلاتيشن للسيرفكس. هي بالظبط كده بنعمل بنمسك بيه, هو اسمه ماسك عنق الرحم الفولسيلم, فبنمسك بيه لو عايزين نعمل دايلاتيشن او حتى لو انا عايز اعمل ساوندنج واعمل انسرشن اوف ان اي دي. فالفولسيلم ده محتاج انستيزيا ولا مش محتاج؟ محتاج ثانيه لا ما هو على حسب, انا لو بعمل توسيع عنق الرحم هحتاج كده كده انستيزيا, انما لو يبقى هتحتاج توسيع لإيه؟ هل عشان الفورزيلم انك مسكتي الفورزيلم ولا عشان الدايلاتيشن؟ بالظبط ايه؟ انا سألت سؤال في اجابتين يعني ايه هو؟ هو ما انا لو بعمل دايلاتيشن كده كده هدي انستيزيا لانه ما ينفعش اعمل دايلاتيشن من غير ما ادي انستيزيا, فهستخدم كده في الحاله دي. انا مش بسأل على الدايلاتيشن, انا بسأل على الفورزيلم يا سما مش بسأل على الدايلاتيشن. انا بس لو بستخدمه وانا بعمل دايلاتيشن هيبقى معايا انستيزيا, لكن لو بستخدمه عشان اركب يعني اقيس بس فبتهيألي لا مش لازم دايلاتيشن. او هو لا مش عارفه بصراحه, مش عارفه هو في الحاله دي هيبقى ايه, بس هو اكيد احنا بنعمل دايلاتيشن معاها هناخد هنحط انستيزيا. مش عارفه بقى لو مسكت بيه حاجه في حاله تانية هيبقى معايا ولا لا, بتهيألي اكيد معاه. بص يا شباب مفيش انستيزيا من غير الدايلاتيشن والبوسيلا, مش عاوزين يعني. هو دي حاجه انت بتمسكي السيرفكس بس عشان نفسه يعني, انت لو مجرد داخله تمسكي بس عنق الرحم وتبصي ما المفروض انه لا يعني. خلي بالك حتى في الدايلاتيشن لو بتعمل جراديوال ما بنتكلمش على دايلاتيشن يا سما يعني. تمام بتهيألي انا مش سامعاكوا كويس, مش عارفه ليه عنق الرحم مش سامع. ممكن تقولي تاني؟ مش عارفه بصراحه مش متاكده لو داخله امسك عنق. طب معاذ انت كنت سمعتها فبتقول حاجه ولا لا؟ كنت بقول للسما ان هو يعني حتى ساعات بنعمل دايلاتيشن جراديوال يعني فما بنحتاجش انستيزيا, بس هو بغض النظر الفولسيلا مش محتاج انستيزيا. لا
طب الفورزيلا يا دكاتره، الفورزيلا محتاج انستيزيا ولا لا؟ مش محتاج انستيزيا. لا مش محتاج يا دكتور، مش محتاج. اصل ليه بالظبط كده مش محتاج؟ لان هو السيرفكس از نوت سنسيتيف تو بريشر. امال السيرفكس از سنسيتيف تو ايه؟ دايليتيشن. دايليتيشن بالظبط. السيرفكس از اونلي سنسيتيف تو dilatation. فلو انا هعمل اي dilatation هو اللي محتاج انستيزيا. لكن لو انا بس جاست ان انا همسك السيرفكس هعمل حتى كوتريزيشن كوتري على السيرفكس سواء دايثيرمي كوتري كرايو كوتري كده، ده مش محتاج اي انستيزيا لان السيرفكس از نوت سنسيتيف تو بريشر ولا تو دايثيرمي كوتري ولا الكلام ده خالص. فمش معلش انا ممكن استخدم الفولزيلم ده لايه غير يعني غير انه مع حاجه تانية؟ انا لو انا هعمل دايليتيشن او حاجه يعني ممكن استخدمه لوحده. تعملي بايوبسي مثلا؟ ممكن عاوزه تشوفي الانر سيرفيس عليه مثلا ايروجنز او سيرفيس دي كده. انا بايوبسي يعني ما انا كده هاخد بايوبسي. هو انا اخد بايوبسي ممكن عاوزه تدخلي اي او دي فعاوزه تفتحي السيرفكس بس من غير ما تضايق. هو انا عايز اشد بيه عشان افتح يوسع يعني شويه تقريبا. هو الفكره يا سامي اللي انا كنت بقول لك عليها كمان لبره ان الدايليتيشنز مش دايما محتاج انستيزيا. الدايليتيشن اللي هو ممكن دايليتور ده انستيزيا، انما لو بتعمليها جراديوال ان هو 1 ملي 2 ملي 3 غايه ده العمليات كان مدي انستيزيا وهو بيفتح عادي كان تدريجي وعمال لي عشان كانت ميجر يعني كان هيعمل حاجات تانية يعني هو كان داخل يعمل حاجات تانية مش داخل يدايليت بس. بصي هي لو صفحه 274 داخلين هيستروسكوب عادي. ما بقول لك صفحه 274 عشان هيستروسكوب مش عشان الدايليتيشن يعني الانستيزيا عشان هيستروسكوب مش عشان الدايليتيشن. هو داخل يعمل بروسيجر جوه زي ما الدكتور بيتكلم. لو بيتعمل جراديوال ده كان داخل يبص مش داخل يعمل مش مشكلة تمام. مش لو دخل جراديوال يبقى عادي تمام. ايه اللي جراديوال انتوا بتتكلموا في ايه دلوقتي في الدايليترز دول؟ كنا بنتكلم في موضوع الدايليتيشن ان هو مش ديفنتلي محتاج انستيزيا يعني فبنقول ان هو لو اتعمل جراديوال. مين اللي اتفق على كده قبل ما انا اكون موجودة؟ احنا التلاتة مع بعض. ما عايز اقول حتى بنتناقش يعني قبل ما ديسكونكت ان هو السيرفكس از سنسيتيف اونلي تو ايه؟ دايليتيشن. هل قلنا جرادوال او سيفير او اي حاجه مع كلمه دايليتيشن دي؟ لا خالص. فاي دايليتيشن للسيرفكس دي محتاجه انستيزيا، ما ينفعش تعملها بدون انستيزيا. يعني ورينا كده صوره الدايليتورز. يعني الدايليتورز انستيزيا ديفينتلي ده الحاجه الوحيده كده اللي كنا بنتناقش قررنا ان هي اما انتوا قررتوا كده ما حاجه غريبه جدا. حتى بصوا الدايليترز دي من اول ما واحد رفيع قوي وبعدين يبتدي يعلى انت لازم تعمل جراديوال دايليتيشن. ما ينفعش ان انا ادخل يعني اتخن واحد مره واحده والا يحصل سيرفايكال لاسريشن اوكي ويدخلها في سيرفايكال انكومبتنس او فايبروزس بعد كده ويحصل مشاكل. فاحنا لازم نعمل جراديوال دايليتيشن عشان الماسلز بتاعه الانر سيركولر ماسل فايبرز بتاعه السيرفكس ما تتقطعش مني ما ترابتشرش. لكن اي دايليتيشن لازم انستيزيا. حتى لو هو 3 ملي انت هتدايليت ل 5 ملي انستيزيا. اي دايليتيشن لازم يبقى فيه انستيزيا. تمام انا كنت فاهمه غلط. انت صح يا لميس. يا سمي مش كده يعني عمالين نقولها يعني احنا حافظينها لكن مش بنفق. لا السنسيف تو اي فورم اوف دايليتيشن اوكي تمام. طب دكتور سؤالي انا بس، هو الفولزيلم امتى احتاجه؟ يعني امتى احتاجه من غير البروسيجر اصلا ريليتد اللي هي بحتاج فيها انستيزيا؟ يعني امتى احتاجه لوحده كده اعمل بيه حاجه لوحده؟ لو هتعملي اي دي انسرشن ده على طول بنستخدمه في الاي دي انسرشن اوكي. لان ما ينفعش انك انت تانسرتي اي دي كده واليوترس عمال يتحرك قدام وورا، لازم تثبتيه وتعملي له ستريتنينج وساعتها تدخلي الاي دي. فهو ده عشان كده موجود هو في العيادات عشان لو انت بتعملي انسرشن لاي دي او طبعا ريموفل لاي دي يعني الاثنين اوكي. فعشان كده احنا مش ان احنا نقول ايه فولزيلم لا ما انا هعمل معاه دايليتيشن فيبقى لازم انستيزيا. لا انا بتكلم على الفولزيلم في حد ذاته. لو انا حطيت فولزيلم كده وشلته محتاج انستيزيا؟ لا مش محتاج. طب الدايليترز ان انا داخل اعمل دايليتيشن ديفينتلي انا محتاجه دايليتيشن وبعمل جراديوال دايليتيشن على حسب انا
عايزه ادخلها ممكن الدايليتيشن ده يبقى هو المين بروسيجر اللي انا بعمله لو هي مثلا عندها سيرفايكال ستينوزيس او عندها بايومترا او كده عشان اعمل درينج لباس موجود في اليوترس. بس غالبا بيبقى الدايليتيشن اس بارت اوف انذر بروسيجر اللي هو بيبقى دايليتيشن اند كوراتج اخد بايوبسي من اليوترس اندوميتريال بايوبسي او كده. اللي هو هات الصوره اللي بعدها كده يعقوب. شايفين يا دكاتره يعني انا هنا حطيت سباكولا وبعدين لازم امسك بفورسيلم. هو الفورسيلم بس مش باين في الصوره او مش محطوط في الصوره بس لازم نمسك بفورسيلم. ما ينفعش ان انا ادخل دايليترز كده واليوترس رايح جاي معايا. لازم افكس اليوترس او استريتن اليوترس بان انا امسك بفورسيلم وبعدين بنبتدي نعمل جراديوال دايليتيشن. وانس ان انا وصلت للديامتر بتاع اليوتراين كورات زي في الصوره دي يبقى ساعتها ببتدي ادخل معلقه الكحت بتاعتي او اليوتراين كورات اللي هي بتاخد بايوبسي من الاندوميتريم. سواء انا كنت بكحت عشان ده ابورشن دايليتيشن اند كورات فور مست ابورشن مثلا او كده, او ان انا باخد بايوبسي عشان دي عندها بوست منوبوزال بليدنج باري منوبوزال بليدنج فبروح عامله اندوميتريال بايوبسي او بنقول عليه ساعات فراكشنال كوراتج لان احنا بناخد الاول اندو سيرفايكال كورات وبعدين نعمل دايليتيشن ونروح واخدين بقى اندوميتريال كورات. فده بالنسبه للستبس او للانسترومنتس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو ممكن السباكولم, والسباكولم ده مش محتاج دايليتيشن. الفالزيلم الفالزيلم برده مش محتاج دايليتيشن. اليوتراين ساوند عشان اشوف طول اليوترس او كده ده برده مش محتاج دايليتيشن. لكن وانس ان انا ابتديت بقى عايزه احط دايليترز يبقى ده طبعا محتاج انستيزيا. وبعدين بعد كده الكرات دي ديفينتلي محتاجه انستيزيا. اتفضل يا معايز عندك سؤال. دكتور كنت عاوز اسال, طب كده هو في الهيستروسكوب الدايمتر بتاع البور اللي بيخش ده مش بيدايليت السيرفكس؟ احنا بنعملها اوفيس بروسيدور ولا صغير قوي يعني بيبقى صغير قوي بيبقى السكوب اللي انت بتدخله زي الساوند فبيبقى تمام. عشان كده مش محتاج انت بس بتدخله عشان تبص تفيجواليز اليوتراين كافيتي لكن ما تعملش بروسيدجر. وانس انك عايز تدخل بقى بروسيدجر زي دايليتور او كده يبقى لازم تاخد هي انستيزي. تمام. ده منظر اليوتراين كرات اللي هي بتبقى معلقه الكحت ممكن تبقى بلانت او شارب. يعني ممكن بستخدم بلانت او شارب. امتى تحبي تستخدمي البلانت كرات يا سما وامتى تحبي تستخدمي الشارب كرات؟ ويمكن بلانت نستخدمها لما يكون اليوترس مثلا بعد يعني لو في مثلا ريتيند بلاسينتا فمثلا لسه والده او في انفكشن كان في قبلها كويس يعني ان هو سوفت فيري سوفت يوترس اللي هو يوترس يبقى انفكتد او يبقى لسه بريجننت يوترس او كده ساعتها فعلا بستخدم بلانت كرات لان هو مور لايبل تو بيرفوريشن. طب امال امتى استخدم الشارب كرات؟ بتهيألي لو بنعمل حاجة فيها يعني مايوما فايبرويد الحاجات اللي ممكن يكون فيها السطح كده ولا. طب هو الفايبرويد من ضمن المانجمنت بتاعه ان احنا بنعمل له كراتج؟ لا لا بنعمل له كراتج. لا 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 بنعملوش كراتج. يعني شرح ممكن لو كان مثلا هايبر بليزيا او كارس او هايبربليزيا فعلا ممكن لكن كارسينوما هيبقى ممكن سوفت لان المالجنت يوترس ممكن يبقى سوفت. لكن لو جاينيكولوجي يوترس عادي اللي هو اليوترس بيبقى فيرم وانت بتكحتيه عشان عندها دي او بي ديسفانكشن يوتراين بليدنج او شكه في حاجه كده ممكن تستخدمي الشارب كرات. طب لو عملتي اوفر كراتج للاندوميتريا مثلا ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل بيرفوريشن. ممكن حاجه بيرفوريشن ده ممكن كمان بالدايليتور او بالساوند او كده. طب لو عملنا اوفر كراتج يعني اشرمان بالظبط كده لو عملنا اوفر كراتج وعملنا ريموفل للبيز لاير اوف ذا اندوميتريوم طبعا ممكن ندخل الست دي في اشرمان سيندروم. طيب فنشوف الصوره اللي بعدها كده. دي حاجه اسمها نوفاك في شارمان او نوفاك كرات زي ما انتم شايفين هي رفيعه قوي 3 ملي فبالتالي دي ممكن ادخلها ويزاوت انستيزيا. لو كانت الست دي مثلا موربيدلي اوبيز او عندها يعني شي از فيري انفيت فور سيرجري او فور انستيزيا فممكن ان انا استخدم هذه الكرات عشان تديني بس ما باخدش منها طبعا كل الاندوميتريال سامبلنج انا باخد بس سامبل كده من الاندوميتريوم عشان تديني فكره هي فعلا ات ورث ان انا اعرضها لهاي ريسك انستيزيا عشان هي عندها مثلا هايبربليزيا عندها كارسينوما او كده ولا لا البايوبسي اللي انا اخدتها دي بتبين ان هي حاجه بناين او حاجه اتروفيك او واتيفر. فساعات بنستخدم النوفاك او الشارمن كرات اللي هم رفيعين قوي دول ما بيدونيش الفول كراتج اوف ذا اندوميتريوم مش هقدر اكرات كل الاندوميتريوم بيهم لكن اقدر اخد سامبل من الاندوميتريوم عشان لو كانت الست دي انفيت فور سيرجري او انفيت فور انستيزيا. فده نوع كرات بس قلته تبقوا عارفينه لان ساعات بنقابله في الام سي كيوز فتبقوا عارفين ان هو في ممكن زي بيبال او حاجه كرات كده مش محتاجه انستيزيا. في سؤال في الانسترومنتس اللي احنا شفناها دول يا دكاتره؟ طيب
اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هو البروسيجرز اللي هم الهيستركتومي وسواء ابدومينال او فاجينال. فمهم بس تعرفوا ايه هم التايبس بتاعتهم وايه الكومبليكيشنز بتاعتهم، لكن التكنيك مش عليكم. فبالنسبه للهيستركتومي، ممكن لو انا بعمل ابدومينال هيستركتومي، احنا عندنا صور كده في توتال هيستركتومي. التوتال هيستركتومي بشيل فيها ايه؟ مين هيخش معايا ديالوج؟ ميرسي يا سما. مين هيخش معايا ديالوج؟ معاذ. اوكي اتفضل يا معاذ. التوتال هيستركتومي بشيل فيها ايه؟ لا حضرتك اتفاجئتي كده ان انا هخش. لا عشان انت دخلت في الاول، فانت انا متعود انك انت في نفس السيشن تخش مرتين، فدي يعني داودي نام. ماشي. ما دخلش خالص، شكله راح يصلي، راح يصلي شكله. كان متضايق انه ما صلاش. السب توتال ولا التوتال؟ التوتال. التوتال البادي والسيرفكس. هايل، البادي والسيرفكس. طيب ولو قلت لك بان هيستركتومي؟ معاهم بقى البايلاترال تيوبس والاوفريز مع البادي والسيرفكس. بالظبط. ولو عملنا راديكال هيستركتومي؟ بنزود عليهم الابر بارت اوف ذا فاجينا والليمفادينكتومي بقى. وسامبل للليمف اللي هي ليها اسم تاني، راديكال هيستركتومي. الفيرتايم اوبريشن. بالظبط كده. نشوف الصوره الثانيه يا يعقوب. ده برضو نفس المنظر، اللي هو يعني ايه هي الهيستركتومي، اللي هي ممكن تبقى توتال هيستركتومي او ممكن تبقى اللي هي البادي والسيرفكس او تبقى بان هيستركتومي اللي بشيل معاها برضو البايلاترال سالفينج اوفراكتومي. لو بعمل بقى راديكال هيستركتومي هي اللي بشيل معاها الباراميتريم والابر كاف اوف ذا فاجينا، والباراميتريم ده اللي هو بيبقى فيه ليمف نودز وبنعمل سامبلنج لللمف نودز. فده بالنسبه للتايبس بتاعه الهيستركتومي. نشوف كده الصوره اللي بعدها. ده لو بعمل فاجينال هيستركتومي. انا بس جايبه الصوره دي عشان تشوفوا فكره الفاجينال هيستركتومي. يعني بصوا احنا حطينا سباكولوم وبعدين شايفين السيرفكس قدامنا، فشدينا على السيرفكس وابتدينا نفتح اول اراوند السيرفكس كده بحيث ان احنا نرجع البلادر، نعمل ديسكشن للبلادر والريكتوم ورا. فبقى عندي السيرفكس واليوترس، نفتح البيريتوم بتاع الدوجلاس باوتش ومنه بقى يبقى عندي الماكن رادز ليجمنت على اللاترال والبوستيرير في اليوتروسيكرال ليجمنتس. بعمل لايجيشن لكل الليجمنتس اللي حواليه، فبالتالي انا كده فضيت اليوترس من كل الليجمنتس اللي حواليه واروح منزلاه من الفاجينا واروح قافله بعد كده الدوجلاس باوتش اللي هو البيريتوم بتاع الدوجلاس باوتش اللي انا فتحته منه. طبعا الفاجينال هيستركتومي اسهل كتير من الابدومينال، وبعدين ما فيهاش، انت مش بتفتح بطن العيانه، فهي على طول ممكن تاكل وتشرب وكده ولاس لايبل تو باراليتيك ايليس وكده، ويعني اقل كتير قوي قوي برده في الهوسبيتال ستاي والادهيجنز ومش عارف يعني كل حاجه. فالفاجينال هيستركتومي احسن، بس ما ينفعش تعملها على اليوترس لو هو لارج يعني فايبرويد او كده، هتنزله ازاي من تحت؟ فانت بتعمله لو هو سمول سايز او نورمال سايز يوترس يعني. وطبعا لو هو برولابس طبعا اسهل بكتير قوي، لو هو كانت سكند ديجري ترايم برولابس او ثيرد ديجري او كومبليت بروسيدنشال هيبقى سهل قوي انك انت تعمل الفاجينال هيستركتومي. في سؤال هنا يا دكاتره؟ طيب دي لو انا بعمل اوفراكتومي، ان انا هشيل الاوفرز، دي اسهل العمليه في التاريخ، لان انت بتروح ماسك عند الميزوفيريوم كده بتحط كلامب وبتشيل وتقفل الكلامب او تقفل الباديكل اللي انت خدتها دي. يعني لو انت هتعمل اوفيريان سيستكتومي اصعب من لو عملت طبعا اوفراكتومي. يعني اوفراكتومي سهل قوي انك انت شلت الاوفري بالسيست، لكن لو هتعمل حاجه زي اوفيريان سيستكتومي لا، ده انت لازم تفتح على السيست وتعمل اناكليشن بقى وتقشر السيست من الاوفري زي المنظر ده، والحاجات اللي فاضله تبتدي انك انت تقفلها او الديد سبيس ده. فطبعا الاوفيريان سيستكتومي اصعب بكتير تكنيكلي من الاوفيركتومي، لكن اكيد الاوفيريان سيستكتومي احسن للعينه من انك انت تعمل لها اوفيركتومي عشان تبريزرف الاوفري بتاعها. اوكي في سؤال هنا. ايه الكومبليكيشن بقى يا معاذ الابدومينال بروسيجرز اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء الاستراكتومي او الاوفيريان سيستكتومي او كده؟ اي ابدومينال بروسيجرز الايه يا دكتور؟ حضرتك سالت على كومبليكيشنز بس ولا في حاجه ثانيه؟ لا عايزه كومبليكيشن بتاع انستيزيا. بالظبط، اول حاجه انستيزيا كومبليكيشن، وبعدين انسايد الاوبريشن انتر اوبريتيف ممكن يحصل هيمرج وبليدنج انجري لفيسلز. بالظبط. ايه كمان؟ انجري كله فيسلز انتستين بلادر ريكتم. انجري امبورتنت ستراكشر زي مثلا يوريتر بلادر مش عارف انتستين كده. بالظبط ممكن يحصل انجري. ايه كمان؟ ريموت كومبليكيشن يعني بعد كده ممكن يحصل انفكشن وانفيرتيليتي، بس مش على حسب اعمل عمليه فين. لو خلاص يعني من كيك مش هتولد يعني انفيرتايل يعني. لو انت عامل مثلا اوفيرين سيستكتومي او مايماكتومي او كده، لو ممكن مثلا افكر في انفيرتيليتي عشان لو حصل ادهيجنز او كده. طب ادهيجنز مايماكتومي اوبريشن ممكن تعمل لنا ادهيجنز؟ طبعا. مش عارف كنت تسالي ولا بتشرحي؟
هو انا لو شلت اليوترس مش ده يعمل لي adhesions تتعمل لي مشاكل بعد كده في اي عمليه بعد كده؟ لو انا I open افندم داودي كان بيسال. انا كنت بسالهم بس عشان حاجه نعلقها. هي انا لو شلت اليوترس فده ممكن يعمل لي adhesions بعد كده تعمل لي مشاكل في عمليات بعد كده في اللي هي في الابدومن. يعني زي انستايل اوبستراكشن، لان الادهيجنز دي ممكن تعمل لك انستايل اوبستراكشن وبعدين بتعمل لهم كرونيك بين، يعني كرونيك بالفيك بين. الادهيجنز دي ممكن تعمل برضو كرونيك بالفيك بين. لو انا عملت مايماكتومي كمان يا دكاتره ودخلت انسايد يوتراين كافيتي، يعني كانت فيها سب ميوكس او انترسيشال ودخلنا جوه اليوتراين كافيتي، لو جت تحمل بعد كده طبعا اكيد لازم تورد باي سيزارين سكشن، ده طبيعي لان دي ابر سيجمنت. بس ممكن كمان يحصل بلاسنتا اكريتا، لانه انا يعني زي نفس الفكره، ما هو ده سكار في اليوترس، فسكار في اليوترس واصلا البلاسنتا بتبقى امبلانتد في الفاندس، ده نورمال امبلانتيشن اوف ذا بلاسنتا، فبالتالي ممكن قوي ان هي تبقى لايبل فور بلاسنتا اكريتا بعد كده. فده بالنسبه للكومبليكيشنز بتاعه الابدومينال بروسيجرز. في سؤال يا دكاتره في الاوبراتيف والبروسيجرز دول؟ اوكي طيب، يبقى كده هي احنا كده انجزنا، لان ده كان المفروض ناخده يوم الخميس الجاي، فانا كده يبقى اخر محاضره هتبقى معاكم يوم